أخبار اليوم. محمود الخطيب أسطورة كرة القدم المصرية والعربية، لم تحظى ملاعب الكرة المصرية بجمال وموهبة بحجم ووزن وقيمة محمود الخطيب نجم النادي الأهلي المصري ومنتخب مصر والهداف القدير الذي حير الخصوم وأتعب المدافعين وأرهق حراس المرمى، والأهم من ذلك معشوق الجماهير ليس لقدراته الرياضية وأهدافه التي هزت شباك منافسيه، ولكن لخلقه الكريم وتواضعه واحترامه لزملائه ولمعجبيه. وها هو الآن الخطيب يكرر نفس مسيرته الأخلاقية برفضه الاحتفال بعيد مولده الستين حزنا وألما على ضحايا القوات المسلحة، حيث أعلن بكل عزة لا أفراح ودماء شهدائنا لم تجف. لذلك نكرمه في بوابة أخبار اليوم بنشر أهم أهدافه طوال مسيرته الرياضية. زي النهار ما بيتولد في يوم جديد، كل لحظة يتولد إنسان جديد. زي النهار ما بيتولد في يوم جديد، كل لحظة يتولد إنسان جديد. يا رب لبكرة الأمل البعيد. زي النهار ما بيتولد كل دنيا.
والناس حبوه وقت الشدة دايما ينادوه.